الله تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان طهور الأرواح، رمضان منار الإصلاح في دنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى بما التزما طوبى للنفس بتقواما. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان بركاتي، رمضان مجال الصلوات تفسو بالنفس لمولاها. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواما. عيد علي الوصال وصال عيد، فإن شوقي لكم يزيد. يا أهل طيب عطفا علينا، وباللقاء رق رق وجود. إن يفنى الزمان ولا لا 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 ولا يبيد. عيد عيد علي الوصال وصال عيد، فإن شوقي لكم يزيد. خذوا فؤادي فؤادي وفتشوا وقلبوا كما تريدوا، فإن وجدتم به سوى
البعاد بعاد زيد وعيد وعيد علي الوصال وصال عيد فإن شوقي لكم لكم يزيد. يعطيكم ألف عافية، الله يخلي لك هالصوت يا رب ويعطيكم العافية. شباب، لما يهل علينا شهر رمضان المبارك بتتردد لأذهاننا بعض الأنشودات الدينية لأشهر المنشدين يلي أنشدوا ومدحوا شهر رمضان. صحيح، وما في أحلى من المديح والإنشاد والابتهالات بهالشهر الفضيل وبكل المناسبات الدينية. الإنشاد الديني يتصل بالدين من كل جوانبه من خلال كلماته وموسيقاه، وهو واحد من الفنون الإنسانية حول العالم. صحيح. وبيلجأ فيه العبد إلى ربه بكلمات لطيفة وبلحن أو بمقامات. كنا عم نقول أنا ومشلين شو هذا المقام، ومتحذر على المقامات اللي عم أنشدوا فيها الأساتذة الموجودين معنا. طبعاً الأساتذة من فرقة الوهاب، والمنشد عدنان الحلاق رح نرحب فيه مرة تانية وندردش بأسئلة حول الإنشاد الديني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، تحياتي، كل عام وانتم بخير. بينعاد علينا وعليكم الصحة والسلامة. وأنت بألف خير. شكرا يا رب، إن شاء الله بينعاد عليك. شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ عدنان، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه دائما شهر رمضان المبارك مرتبط بالإنشاد الديني، ودائما هيك متى ما ببلش الشهر ببلش نتردد على ألسنا دائما بعض الإنشودات اللي معلقة براسنا يعني من زمان ولليوم. شو هو ارتباط رمضان بالإنشاد الديني؟ هو سبحان الله له طابع خاص، رمضان بأجوائه وكلماته الرائعة. فرمضان لها قصائد خاصة بصراحة، يعني العالم كله تعودوا عليها. قد ما اشتغلنا نحن موشحات لها طابع خاص إنك تذكر رمضان. هي القصيدة اشتغلناها رمضان وتجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. وفي عدة قصائد العبد الفقير اشتغلتها يعني عن رمضان السنة الماضية، كانت من عطايا الله شهرون مثل بحر في العطاء. والسنة الحمد لله قدمت كمان عمل يعني كان كتير كمان محور وحلو، سويت له هيك يعني فيديو كليب بسيط مع الأستاذ عاصم حواط. يعني أوجه له تحية. الله يسلمك. طبعا أوجه له تحية كلياتنا. تمام، يعني رمضان فعلا خلينا نقول له كلمات إذا جازت التسمية، مع أنه ما كتير بحبها، هو موسم للأعمال الإنشادية الدينية. تماماً. هو حيز كبير مكاني تماماً. وزماني لحتى تقدموا كل شيء جديد وتحيوا التراث القديم اللي كان بحلة جديدة تماماً. أو مثل ما هو. طيب، عم يتطور الإنشاد عبر الزمن ولا لا؟ نحن هذا مثل ما هو لازم نحافظ عليه. سيدي، لابد أنك تشتغل التراث القديم. التراث القديم إلى الآن محافظ عليه العبد الفقير، بس ولكن بيشتغلوا بطريقة معينة. الموشحات القديمة اللي موجودة الألحانة طبعا مرسوخة عند المنشدين الموجودين الأحالية تماما، والملحين يشتغلوا عليها. أنا بشتغل ساعتها بالحل اللي بختاره أنا بصوتي إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله أنا إلى الآن بإذن رب العالمين أني محافظ يعني على هذا التراث، لأنه اللي ماله التراث هذا بأخذ. تراثنا كبير سيدي، تراث الإنشاد أصلاً. إذا قدرنا نشيل هذا التراث فنحن عم نكون بشرف كتير عظيم. بس لا مانع إنه نشتغل كمان شغلات مواكبة للعصر يعني. تماماً. يمكن في دائماً الانتقاد الأكبر بيكون إنه هاي الموشحات هي تراث ما لازم ينلعب فيها، حتى ما لازم ندخلها إيقاعات تماماً. مختلفة لحتى ما نكون نحن بنكون بقصد التطوير، ولكن في الكتار بيقولوا لا هذا شكله هذا القالب هيك لازم نخليه على دون إيقاع ينشغل وكذا. بس إحنا مندور بالنهاية على الأجمال بحيث إنه ما نشتغل شيء باللحن ولا ندير منه. ويمكن نحن بهمنا إنه يعني الشغل اللي عم يتقدم يلفت نظر الشباب والجيل الكبير، يعني الكبارية يمكن بفضلوا إنه لا إحنا نسمع حو تعودوا على شيء مش قديم كذا ما بيقدروا كذا. لا، إحنا من قدر المستطاع بنحاول نرضي الطرفين، يعني الشباب والجيل الشباب الأكثر شوي. ونحن يعني حابين كتير إنه كمان نرجع نسمعكم عن جديد. شو حابين تسمعونا؟ والله الخيارات كثيرة يعني مثل ما بيقولوا، بس شو ما الله هيك أوحى لكم هلا شو رح نسمع. حاضرين شيء؟ يلا يلا تفضل. إلهي يا إله الكون إني أتيتك راجيا فقبل دعائي. إلهي يا إله الكون إني أتيتك
لبيك يا ربي لأني وجدتك خير من يقبل دعائي. الله العافية أستاذ عدنان، دائما بصير في يمكن لغط ما بين الإنشاد المديح والابتهال، إذا بدنا نفسر معنى كل واحد أو كيف نعرف الفرق بيناتهم؟ تماما. الابتهال هو مناجاة لله عز وجل، وفي قصائد إن شاء الله لمسمعكم إياها بإذن الله، وابتهال لله عز وجل، والمديح هو مديح لسيد النبي اللهم صلي على سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي اشتغلناها هلأ، يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك، والمناجاة حنسمعكم إن شاء الله هيك هلا بختام لقائنا مع حضراتكم، رح نسمع مناجاة بأصواتكم العذبة. طيب شو أبرز المشكلات اللي عم تواجه الإنشاد الديني بعصرنا الحالي؟ مشلين يمكن ذكرت شغلة إنه في شيء صراع بين الجيل الجديد والجيل القديم، المدرسة الحديثة المدرسة القديمة، ولا لا في مشكلات يمكن تقنية أكبر؟ هو الموضوع بالنسبة للإنشاد اللي عم مشاكل اللي عم نواجهها حاليا بصراحة عدم الانتقاء الكلمة. تمام. طبعا مو اكثر يعني مو الاكثريه، البعض عدم انتقاء الكلمه مع اللحن. يعني هي من ابرز هي مشكله يعني مشكلة فعلا يعني. يعني بنرجع بناكد انه نحن بدنا ننشد، بدنا نحافظ على التراث صح، بدنا نعدل لا مانع بس ما نشوه. تماما. يعني لما عم يصير التعديل السهل عم يصير تشويه، عم نقول يا محلى ايام زمان. تماما تمام يعني. طب شو رايك نسمع الابتهال؟ يا ريت. يلا. يا ربّا نظر إلينا، يا ربّا عطّر علينا، يا ربّا نظر إلينا، يا ربّا عطّر علينا، عفواً صفحاً يا كريم، عفواً صفحاً يا يحمل في جنبي إشراق اليقين، لين آي والذكر والسنة فوق الجبين، إنه قرآن ربي ترتل أسابيحي،
عالم الروح وأجد في توشيحي وصلت بابا وجاء والناس قد رقدوا الله يا حي الله الله وبت أشكو إلى مولاي ما أجد الله الله يا حي وقلت يا أمني يا رب وقلت يا أمني في كل نائبة يا من عليه لكشف وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها فبحر جودك يروي كل لما يرد يا حي الله الله يا حي قد براه الشوق حتى لحن الأم يتوارى في ظلام الليل في بحر الندم رافعا شكواه للمولى على ما قد ألم يمني النفس بالتوب فيحيا جنة القرب ويبنى القلب بالحب وعيد الهجر والسلم الله 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 أبداً نقول بالليل بالنهار بكل الأوقات يا الله دائماً هذا هو الابتهال ونجاة الله عز وجل الله يسلمك وطلب الرحمة والمغفرة والعتب من النار منه شكراً كثير لوجودكم معنا فرقة الوهاب للإنجاز أهلاً وسهلا فيك بشكر الشباب فرداً فرداً أكيد نشكر الشباب ونشكرك أكيد أستاذ عدنان حلاء أهلاً وسهلا فيك شرفتونا ونورتونا إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير شكراً أهلاً وسهلا فيكم ورمضان